من بلدة جبع إلى الشمال من مدينة جنين. في هذه اللحظات يتم تجهيز الشهيد رفيق غنام 20 عاما من البلدة لمواراة الثرى في مقبرة البلدة بعد اغتياله من قبل قوات الاحتلال في 6 تموز العام أو الشهر الماضي. إذن كما تشاهدون مشاهدينا الكرام الآن بدء تجمع المواطنين والتجمهر هنا في ساحة البلدة من أجل مواراة الشهيد الثرى. يذكر أن الشهيد في 6 تموز أعدمه الاحتلال أمام منزله أثناء تواجده أمام منزله، ومن ثم قام بسحب الجثة إلى بداية البلد على وجهه، ما أدى إلى ظهور خدوش كبيرة على وجهه وتم اعتقاله مباشرة. واليوم قوات الاحتلال ومنذ الصباح تقوم بتسليم جثمان الشهيد على حاجز سالم العسكري ليتم تشييع جثمانه في هذه الأثناء. إذن الآن الانتهاء للتو من مراسم الصلاة على الشهيد رفيق غنام 20 عاما من بلدة جبع الذي قام الاحتلال بإعدامه في 6 تموز الشهر الحالي، واليوم يسلم جثمانه لمواراته الثرى. يذكر أن يعني عائلة الشهيد هم أيضا يعني مقاومون ومجاهدون سابقون. عمة الشهيد هي شهيدة أيضا، شقيقه أسير لا يزال في سجون الاحتلال، واليوم الاحتلال يسلم جثمان الشهيد على حاجز سالم في تمام الساعة 11، ومن ثم أخذه إلى المستشفى لإجراء أو صدور الإجراءات الرسمية، ومن ثم مواراته الثرى. إذن سيتم الآن بعد إنهاء الصلاة عليه سيتم نقله وتشييعه ومن ثم نقله إلى مقبرة المخيم لمواراته الثرى. سنتواصل معكم في هذه التغطية حتى دفنه بإذن الله. في الريبورت